جولتنا الصحفية لهذا اليوم مشاهدينا خصصناها للأخبار المنوعة، والبداية من صحيفة الغد الأردنية التي نقرأ منها: جرافيتي عملاق يغطي واجهة 338 منزلا في كولومبيا. يسلط حي لوس بوينتس في العاصمة الكولومبية بوغوتا الأضواء على نفسه من خلال استضافته لأكبر عمل جرافيتي في أمريكا اللاتينية يغطي واجهة 338 منزلا فيه، ويلفت الجرافيتي نهر الحياة الأنظار حتى من أماكن بعيدة عن الحي المذكور من خلال الصورة الظلية التي تم رسمها بألوان مختلفة على الطوب في مباني الحي. اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الأيام البحرينية ظهور رفات بابا نويل في تركيا. يعتقد علماء الآثار الأتراك أنهم ربما اكتشفوا رفات القديس نيكولاس الذي استوحيت منه أسطورة سانتا كلوز بابا نويل حتى كنيسة تحت كنيسة في موطنه بجنوب تركيا، وولد القديس نيكولاس وخدم كأسقف فيها فيما هي الآن بلدة دمرة التركية على البحر المتوسط قرب أنطاليا في القرن الرابع، ودفن هناك، لكن كان ثمة اعتقاد بأن عظامه نقلت إلى بلدة باري جنوب إيطاليا. ونطالع من صحيفة اليوم السابع المصرية: كوبو روبوت ياباني جديد بديلا للقطط المنزلية. طورت شركة يوكاي الهندسية روبوتا جديدا يحمل اسم بوكو على شكل قط مع جسم خارجي من الفراء وذيل قصير بدون وجه أو أرجل أو حتى مخالب، مزود بمجموعة من أجهزة الاستشعار التي تجعله قادرا على الاستجابة للمسات المستخدم والرد عليها من خلال تحريك الذيل أو الاهتزاز. وصحيفة القبس الكويتية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: العثور على لعبة أطفال عمرها 5000 عام. عثر فريق تنقيب على لعبة أطفال تتكون من عربة وعجلات تعود إلى 5000 عام أثناء عمليات التنقيب في موقع أثري في مدينة سوغماتار القديمة جنوب شرق تركيا. وقال رئيس فريق التنقيب في موقع سوغماتار إن اللعبة كانت داخل مقابر صخرية تعود ل5000 عام، وأكد أن اللعبة ستعرض في متحف الولاية. ختاما مشاهدين من صحيفة البيان الإماراتية: سماعة من جوجل تترجم 40 لغة. جاء في تفاصيل الخبر: أطلقت جوجل أول سماعات رأس لاسلكية تتضمن الترجمة الفورية لنحو 40 لغة في البداية، وسماعات تتصل بجهاز أندرويد أو جوجل بيكسل الذكي الذي يتصل بدوره بجوجل أسيستنت الذي يتم التحكم به صوتيا لإجراء مكالمات هاتفية أو تشغيل موسيقى أو حتى التعرف إلى لغات أخرى. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.